أبغى أصير مصور عشان إذا كبرت أصير يعني مصور وقت دورات للصغار والكبار. أكثر صورة أني أصور الشيوخ والملوك في المملكة وفي خارج المملكة. في حياتي أني أصور شيوخ الباقي، شيوخ الأمريكا، شيوخ العالم. شفته عمره 5 سنين أنه يحب التصوير، دائماً جاء شوفه يأخذ الجوال تبعي ويروح عند جهة المصورين في أي مكان وأي محفل. هنا عرفت أنه مثل حب التصوير، لذلك أعطيته الكاميرا الجوال، وقلت له هذا صار في سادسة ابتدائي، في أولى ابتدائي راح أعطيك الكاميرا بحيث أنه يصور. وفعلاً بلشنا هنا بيوم كان عمره 6 سنوات، اشتريت كاميرا كانون ودخلت دورات تصويرية إلى ما وصل إليه المنتدى. المنتدى جميل جميل جدا، وفي حضور الشيخ محمد بن راشد، في حضور الشيخ فزاع، وهذا شرف شرف كبير إني أتصور معهم. وشكرا الشيخ فزاع إنه يعني خلاني أعطاني فرصة يعني إني أصور، أعطاني فرصة إني أكون. أنا اللي أحبه من الشيوخ الشيخ فزاع اللي هو الشيخ حمدان، وعلى رأسي والله، وشكرا شكرا له والله على الدعم اللي دعمني.